يسعد صباحكم عن جديد. مصطلحات قانونية عديدة ممكن نسمعها بحياتنا اليومية، البعض تألفنا معه وعرفنا معانيه، والبعض الآخر ممكن يبقى غريب بالنسبة لإلنا رغم أهميته. صحيح يا نور، كثير من المصطلحات نحن كغير متخصصين بالقانون منفوت بدوامة فيها، أكيد. خاصة إذا لا سمح الله دخلنا بمحاكمة أو بدعوة معينة وما عندنا دراية كافية. أصول المحاكمات في القانون السوري هي مواد تدرس في كلية الحقوق، وهي مواد أساسية وجوهرية، ولكن نحن أكيد اليوم ما رح نحكيها بشكل أكاديمي محض، رح نحكيها بلغات مبسطة لنقدر نستوعبها ونقدر ناخذ منها فكرة ولو بسيطة عن الإجراءات اللازمة لتنظيم الدعاوى. اليوم رح ندردش بهالخصوص ونسمع تفسير بعض المصطلحات مع المحامي الأستاذ عماد الدين الزعبي. أهلا وسهلا فيك أستاذ. يسعد صباحك. أهلا أستاذ. يسعد صباحك أستاذ، وأهلا وسهلا فيك. خلينا بالبداية نأخذ من حضرتك عن الاستماعات العامة بأصول المحاكمات بسوريا. أول شيء بدي أحكي مقدمة صغيرة. أوكي. نحن إذا بنرجع للتاريخ لورا نشوف أنه كانت الناس تقتص حقوقها بشكل شخصي. يعني عملا طغت عندك ثقافة تقصي الحقوق بشكل فردي، بينما هلا نحن عم نعيش في زمن الدولة الحديثة، الدولة الحديثة هي عندها ثقافة تحصيل الحق المجتمعي، فمن خلال هذا الشيء أي حق، نحن يوم عم نحكي كلمة حق، أي حق دعوة بتحميه، من خلال الدعوة هي وسيلة لحتى توصلك لغاية سامية هي غاية العدالة، وهي العدالة طبعاً على الأرض هي عدالة نسبية، ما عدالة مطلقة، ولكن هي عدالة السماء هي العدالة المطلقة. فالقانون يوم نحط ويوم نسن حط نظام إجراءات. أنا كيف بدي فوت على المحكمة، كيف بدي أنا طالب بحقي، بدي أعرف أنا شو الجهة اللي بدي أنا راجع فيها. هذا هو اسمه قانون أصول المحاكمات، اللي هو نفسه اسمه قانون الإجراءات. اللي بيعلمني أنا كيف بدي فوت مثلا على محكمة الصلح ولا على محكمة البداية، ولا أنا بدي راجع مثلا ضروري راجع محامي بهذا الموضوع ولا ما في داعي راجع، ولا أنا فيني أنا فوت على المحكمة مباشرة أنا أخذ حقي لحالي عن طريق المحكمة طبعا. فهذا الشيء اللي نحن حبينا نحكي فيه. وبدي أوضح شغلي واحدة، إنه هي العدالة بدي شبهها هي كالطائر لها جناحين. الجناح الأول هو القضاء، والجناح الثاني هن المحامين. كل ما كانوا هدول الجناحين سليمين وأمورهم تمام، كل ما سمى هذا الطائر وعلى صارت الناس يشوفوا من بعيد، كل ما هذا الطائر ما قدر يطير معناها إنه بعد في خلل بإحداث، في خلل تمام. تمام. أكيد القضاء السوري يشهد له بالنزاهة ويشهد له يعني مرجعيات قانونية وجهات مختصة بتتابع المواضيع. نعم. وإجراءات المحاكمات، ولكن نحن اليوم حابين نوضح حتى يقدر يستوعب المشاهد معنا إنه كيف الفروقات بين المصطلحات اللي رح نذكرها. بلشنا بالدعوة. نعم. أنا لوين بدي أتوجه؟ يعني أنا بالجمهورية العربية السورية إذا عندي دعوة تظلم معينة أو دعوة حق معين، لوين بدي روح؟ هلا بدنا نميز بين نوعين من الدعوة. يمكن تكون أنا إلي حق مدني، حق مدني يعني يمكن أنا بدي أشتري عقار أو اشتريت عقار بموجب عقد، والشخص اللي باني هذا العقار ما رضي مثلا ينقل لي الملكية بالسجل العقاري أو ما قدر يعطيني حقوقي. تمام. أو أنا كنت شاري وما التزمت مثلا بالثمن، فصار في إلي حق، هذا الحق صانه القانون وصانه وحماه القانون وعطاني الطريق اللي أنا لازم ألجأ فيه لحتى أنا أحصل حقي. لوين روح؟ فأنا أول شيء إذا بالقانون، قانون أصول المحاكمات الجديد قال إنه إذا في عندي الحق اللي أنا عم طالب فيه أقل من 200,000 كقيمة، 200,000 ليرة سوري، فيني أنا أحصل فيه حقي لحالي. أو بالأحرى إنه إذا كان أقل من 20,000 عفواً، 20,000 إذا أنا فيني أنا أرجع مثلاً محكمة الصلح، فيني أنا هذا الحق دافع عنه وأحكي فيه بشكل شخصي. بينما إذا هذا الحق كان أكبر من هيك لازم أنا مثلاً أوكل محامي، والمحامي وجوده بالدعوة ضروري جداً. أول شيء هو عنده دراية كاملة بالقانون لحتى يقدر يوصلك للحق المنشود، وثاني شيء ما ننظر له نظرة مثلاً، أنا ما بدي دافع عن حالي كوني محامي بس، ولكن لا ننظر له نظرة مادية بحتة إنه المحامي فقط هو عم يدور على لازم المفاق. ضروري يوكل محامي ولا في دعاوي يحق لي في دعاوي لابد لعدم توكيل. لابد المادة 105 من قانون أصول المحاكمات أوجبت على كل إنسان بده يلجأ للقضاء لازم. وإذا أنا ما بدي وكل القضاء بيوكل لي؟ أكيد. هلأ هذا بموضوع آخر، ولكن هذا الدول القضاء الجزائي إذا في لا يحق للمحكمة إنه تسمع أقوال حدا قدام القضاء الجزائي إلا بحضور محامي. وإذا كان مثلاً ما سمى محامي، نقابة المحامين بسمي له محامي، تعطيه معونة قضائية اللي بيسحق معونة قضائية. القاضي التحقيق اللي نحن رح نحكي فيه، قاضي التحقيق كمان
بيعطيه الخيار للي بيمثل قدامه انه بامكانك انت ما تحكي اي كلام وما يتم اي استجواب الا بوجود محامي لك. تمام. فوجود المحامي بالدعوه هو شيء جوهري، شيء جوهري واكيد، لانه هو بيريح مرفق القضاء بالوصول للحق، وبيعطي صاحب الحق الاريحيه والطريقه الصح للوصول للحق. تمام. في حال صار اي مشكله، لمين انا بدي ارفع هي الدعوه؟ مين يحق له رفع الدعوه باي محكمه من المحاكم؟ كل دعوه مناطها هو الصفه والمصلحه. يعني ما بيجوز حدا يرفع دعوه الا ما يكون عنده الصفه اللي بتخوله رفع هي الدعوه، والمصلحه اللي هي بده يحميها من خلال هي الدعوه. فاذا مناط اي دعوه هي الصفه والمصلحه. تمام. والمحكمة قبل ما تنظر بأي شيء بيتعلق بموضوع الدعوة لازم هي تشوف إنه صفة المدعي وصفة المدعي عليه صحيحة، والمصلحة اللي قاعد عم تنحمها هي صح ولا مو صح. قبل هيك بعدين أفوت أنا بموضوع الدعوة. طيب. كتير نسمع بأنه الله لا يفوتنا محاكم لأنه دوامة وباب له بداية ما له نهاية. هي محكمة البداية ومحكمة الصلح ومحكمة الأحداث ومحكمة مثلا اللي بتنظر بقضايا الطعن والنقض وهالأمور كلها. فعلا المواطن السوري اليوم بخاف يفوت على المحكمه لانه ما بيعرف شو عم يصير. تمام. اليوم نحن حنحاول نحط ايدنا على المصطلحات. قاضي التحقيق وقاضي الاحاله بيقول لك الدعوه تحولت من قاضي التحقيق لقاضي الاحاله، او بالعكس، او تم النقض بمرحله الإحالة مثلا. انت بيتم هالامور، شو يعني قاضي تحقيق؟ شو يعني قاضي احاله؟ هلا كل فعل او كل جرم او كل عمل ادى اذى للغير تولد عنه جريمه، تولد عنه دعوتين. دعوى الحق الشخصي ودعوى الحق العام. اوكي. دعوى الحق العام الجهه اللي هي مناط لها الدفاع عن الحق العام هي النيابه العامه. فنحن خلينا نحكي بمصطلحات شوي مبسطه، بصير مشكله ما بيجي قسم الشرطه بيساوي ضبط. هذا الضبط هو صفته ضبط عدليه. بيضبط الحاله مثل ما هي، بيشوف الافراد اللي ارتكبوا هدول الاخطاء. بياخذ القضابير كلها مثل ما هي وبيرسلها للنيابه العامه. النيابه العامه تدرس، طبعا النيابه العامه هي بمرتبه قاضي، يعني اللي عم ينظر بهذه الامور هو مرتبه قاضي، بيشوف انه هالجرم او هالمشكله اللي صارت او هالعمل اللي صار اللي انضبط واللي انحال له من الضبط العدليه للنيابه بيشكل جرم ولا ما بيشكل جرم، يستوجب انه انا احرك الدعوه العامه ولا ما بيستوجب، لانه انا الدعوه العامه مثل ما بتعرف النيابه هي خصم عام وعادل. صح. خصم عام باتجاه الكل، بحقها او من واجبها انه هي احقاق العدل، واحقاق العدل قدام الناس كلياتها وقدام المجتمع. فانا اذا بشوف في اي جرم اي عمل بخل بامن المجتمع او بامن الناس او بامن الدوله لازم انا احرك الدعوه العامه بحقه. فانا بوصف الجرم او بوصف الفعل من وجهه نظري كنيابه وكخصم، يعني لا يجوز اني انا اكون خصم وحكم بنفس الوقت. أوكي. بشوف انه هذا العمل اللي صار هو جرم، ساعتها بالجنايات قناه اجباريه لازم انا يتحول هذا الفعل كلياته لقاضي التحقيق. قاضي التحقيق هو مهمته هو يتحقق من الحقيقه انه هالعمل هذا صار ولا ما صار. له صلاحيه كامله بالقانون اني انا استجوب المدعي عليه، استجوب المدعي. اذا اضطر الموضوع اني انا استانس براي الشهود او اجيب شهاده الناس لحتى اللي شافت الواقع انه هي بتشكل جرم ولا ما بتشكل جرم. او لجنه فنيه متخصصه احيانا بلجا للخبره، اذا انا مثلا في امور مثلا اذا في عندي مثلا جرم مخدرات او جرم تعامل بغير الله ورسوله او جرم الكتروني لازم انا كمان استعين بالخبره لحتى اعرف او اتحقق انه هو اركان هالجرم هذا توافرت بهذا الفعل لحتى انا اقدر ارفع دعوى الحق العام اللي بسميها القانون، حتى تمشي الدعوة بإجراءاتها الصحيحة لازم تنحال بمرحلة الجنايات إلى قاضي التحقيق. قاضي التحقيق بدوره بإمكانه يصدر مذكر الدعوة للمدعي عليه أو المدعي أو الشهود. عفوا أستاذ، هون بيكون المدعى عليه قيد الاعتقال؟ قد يكون قيد الاعتقال أو قد يكون فار من وجه العدالة. يحاكم غيابيا يعني؟ قبل ما نحكي نحن يحاكم غيابيا في اجراءات انا لحتى اتحقق انه في هذا الجرم، قد يكون الانسان اللي ما هو موجود قدامي انا قد يكون ما هو مذنب، قد يكون مثلا بس مجرد افتراءات او اقوال. صحيح. فانا بدي كقاضي تحقيق احيط بالقضيه بشكل كامل، فعل الضمير والوجدان عندي انا لحتى انا اعرف انه هذا الجرم اللي صار يستاهل اني انا اعتقل او وقف او شيء مذكره احضار او مذكره توقيف او مذكره دعوه لحتى انا لم بالموضوع بشكل كامل. اذا تبين لي من خلال هالاجراءات اللي اناطها لي القانون كقاضي تحقيق انه هذا الجرم يعني يعاقب عليه القانون، انا ساعتها كاجراء ثاني انا بحيل الموضوع لقاضي الاحاله، قاضي الاحاله بحيل الموضوع لمحكمه الموضوع اللي هي بدها تثبت بالموضوع بشكل كامل. اثناء التقاضي قدام قاضي التحقيق
أو أثناء النظر بالجرم أو الفعل قدام قاضي التحقيق، قاضي التحقيق إذا شاف أنه ما في أي جرم بشكل بترك أنا الموقوف، ما في عندي يعني مبرر قانوني أنا أحجز حريته. أما إذا شفت أنه أنا فرار هذا المدعى عليه أو أنه عدم وجوده ضمن قضبان السجن أو قضبان الإيقاف أو توقيف المؤقت، أو منسميها إيداع، نحن هون إيداع هو لصالح القاضي التحقيق. يعني أنا ريتما أنتهي من إجراءات التحقيق، ريتما أنا أعرف أنه في جرم أو ما في جرم، لأنه أنا قاضي تحقيق بدي أنا تشكل عندي القناعة أنه إذا شفت أنه في جرم بيتشكل هالجريمة رح أحولها أنا لقاضي الإحالة تماما. فهون بصير طلبات إخلاء السبيل. إخلاء السبيل في عندك نوعين، إخلاء سبيل وجوبي واجب على القاضي، هو هذا إخلاء سبيل بحق، بمعنى أنه أنا إذا شفت الإنسان المدعى عليه قدامي ما له مثلاً أسبقيات، انبرز ضمن الوثيقة أو ضمن الأوراق اللي عنده مثلاً لا حكم عليه أنه تبين أنه، أو الجرم اللي هو مرتكبه هو عبارة عن جنحة لا يعاقب عليه أكثر من سنة، فأنا عندي هون بعد ما أخذت واستهلكت أنت الاستجواب تبعه خلال 5 أيام فيني أنا أتركه، هذا هو اسمه إخلاء سبيل وجوبي. وفي إخلاء سبيل جوازي، هي ممكن يعني يقدمه المحامي بيقدمه المحامي، وطبعا كل هالإجراءات اللي بياخدها قاضي التحقيق هو لازم يشاهد عليها مين؟ قاضي النيابة. ولازم إذا قاضي النيابة يستأنف هذا القرار مثله مثل باقي الخصوم، أو ممكن يقبل وممكن ما يقبل، بس ولكن هذا ما في شيء ملزم لموضوع قاضي التحقيق. اللي بيبت بهذا الموضوع هو قاضي الإحالة، إذا في حال رفعت لعنده مثلا قضية تتعلق بموضوع إخلاء سبيل، قاضي الإحالة بينظر بهذا الاستئناف المقدم إن كان من النيابة ولا من باقي الخصوم. طيب بعد ما تم إخلاء السبيل، هذا الشخص يخلى سبيله ولا لا؟ يخلى سبيله لحتى يتم المحاكمة وتكمل إجراءات الدعوة. إخلاء السبيل المشروط إنه لازم يكون في له مثلا موطن مقيم فيه، خلال هالموطن نعرف إنه مثلا اتحد إنه هو بينتقل قدام أو إجراءات التقاضي بالمراحل اللاحقة أو أثناء قاضي التحقيق. فلازم إنه يتأكد قاضي التحقيق انه المدعى عليه اللي هو قرر اخلاء سبيله انه في له موطن مختار هون بسوريا بيقدر هو يخاطبه او بيقدر يوجه له دعوه او هو يخبره على موضوع انه انا بدي استجوبك او بدي اخذ اقوالك مشان انا تستكمل عندي فكره بشكل كامل. تمام. ومن قاضي التحقيق او عفوا من البدايه للنيابه العامه لقاضي التحقيق لقاضي الاحاله، خدني جيتك تعال، خدني جيتك تعال، اللي والله اجلوا لي المحاكمه اليوم، اليوم عطله قضائيه، مرقوا بعطلة محاماة، راحت المحكمة بقى سنة سنتين وما تم البت بالحكم، وبعد ما يتم البت بالحكم الطرف الآخر طعن بالحكم عن طريق النقض أو عن طريق الاستئناف وهالأمور كلها. شو يعني نقض؟ شو يعني استئناف؟ إمتى نحن بنقدر نرفع دعوى نقض أو استئناف؟ الدستور ضمن حقوق الناس كلياتها أنه التقاضي على درجتين، ولازم الخصوم كلياتها تستنفذ كل الوسائل المتاحة لها بالدستور وبالقانون لحتى تحمي حق المناط لها تماما. فمحكمة الاستئناف هي درجة ثانية بتنظر بالقرارات اللي اخذتها محكمة أول درجة، إذا بشوفها مدى قانونيتها وإذا مدى مطابقتها أنه مثلا الحق أو المحكمة أول درجة ما قدرت مثلا تحكم بالموضوع بشكل عادل بشكل صحيح، بحق الشخص اللي ما وصلوا حقه بأول درجة أنه يطلع لدرجة ثانية اللي هو موضوع محكمة الاستئناف. محكمة النقض هي محكمة قانون، محكمة القانون هي بدها تشوف انه هالمحكمة تبع الاستئناف او محكمة البداية او محكمة الصلح طبقت القانون بشكل صح ولا ما طبقت. هي بتحاول تطلع الثغرات بالمحاكمة اللي صارت معناها. اذا الثغرات وين؟ الثغرات القانونية فقط. اوكي. في امور متروكة لتقدير القاضي. صح. القاضي له صلاحية لحتى يحيط بموضوع القضية اللي هي معروضة عليه، اما محكمة النقض مهمتها فقط انه تشوف انه هالقاضي يوم استدل على هالنتيجة اللي وصل لها من خلال الحكم، استدلها من خلال محاكاة ومن خلال استدلال صح من خلال القانون تحت طائلة إنه الخطأ المهني الجسيم اللي هو مخاصمة بعدين وإعادة المحاكمة إذا في حال ثبت إنه أثناء التقاضي أو أثناء التداعي إنه كان في عندك مثلاً بروز غش من الخصم. هاي الإجراءات تأخذ وقت، ولا ننسى إنه القاضي كمان هو بشر مثلنا مثله، قد يخطئ. بنعرض عليه قد يخطئ وقد يصيب، وبنعرض عليه آلاف الدعاوي خلال السنة. لازم يكون عندنا ثقافة نحن كمجتمع، يعني ثقافة الدعوة ومقياس رقي أي مجتمع هو بعدد الدعاوي الموجودة بمرفق القضاء. كل ما كثرت أحسن؟ كل ما كثرت هذا مؤشر خطير. أحسن إلكم. نحن مشان لا نتهم بكفينا المادة 105 عم نقول إنه لازم أي واحد بده يرفع دعوة من خلال محامي، هي نحن نالنا ما نالنا فيها من اتهامات إنه هي منفعة للمحامي أبداً.
هي لصالح المدعيين بشكل مطلق، لصالح أو المدعى عليهم. ويا غالبا في ناس خسرت حقوقها وراحت حقوقها لأنه هي ما كانت أو ما طالبت حقها، ما طالبت بحقها بشكل طريق قانوني صحيح. بالختام أستاذ ماضل غير نتشكرك على كل المعلومات اللي قدمت لها لليوم. يسعد لي صباحك وأهلا وسهلا فيك. شكرا جزيلا لك. صار الوقت مشاهدينا لننتقل لمساحتنا. أهلا وسهلا فيك يا أستاذ، كلك ذوق. صار الوقت